حدوث الكرام والحلم الجميع. بطبيعة الحال يعتبر هذا اللقاء التشاوري اللقاء الأولي أولا للاستئناس فيما بيننا وبين المصالح الخارجية، ثانيا لتحديد الأفكار الكبرى للبرنامج في البداية لاتفاقي وتأكيدي بمجال الأخ حسن الصافي نائب الرئيس، لأن النظرة ديال ممثلي السكان لا يمكن أبدا أن تختلف عما تطمح إليه ساكنة الجامعة. جامعة تمارا الأحلام ديالنا كممثلي الساكنة والمجتمع المدني والسكان كبيرة جدا، ولكن إكراهات الواقع مهيلة جدا كذلك. الميزانية ديال الجامعة كما أشار إلى ذلك السيد الرئيس تعاني الأمرين، فخصنا نعرفوا أن أكثر من 10 مليار سنتيم كتبيهم لجوج شركات في التدوير الفوق، رضا بالشركة المغرب. زادت لنا كارثة عظمى وهي ديال الديون، والأحكام القضائية التي يجب تنفيذها لأن أصحاب الحقوق حكم لهم بمجموعة ديال الأموال مقابل أملاكهم الخاصة التي تم نسب ملكيتها للمنفعة العامة ومن أجل إعادة قاطني دور الصفير. هذا مشكل عويص، مشكل كبير يحظى باهتمامات جل ممثلي المملكة من جلالة الملك حفظه الله إلى الحكومة إلى المجالس الجماعية والجهوية. جميع المسؤولين الهم ديالهم الوحيد هو محاربة هذه الظاهرة وإعادة إسكان قاطني دور الصفير. ولكن السؤال الذي يطرحه نفسه بالنسبة لي كممثل السكان أحد من الرئيس، أطرح سؤالا عريضا: كيف تم تفويت الأراضي التي كانت مخصصة لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح لجهة رسمية الأملاك المخزنية مقابل 10 دراهم المتر ونحن نؤدي المغاير مقابل هذه الأراضي؟ هذا السؤال يغرقنا بطبيعة الحال، كممثل السكان هذا السؤال يغرقنا، تيعذبني بزاف. لكن أنت الساكنة تنقول الأراضي اللي كنخصها تخصص لإعادة إيواء قاطني الصفيح مشات لنا باطل وحنا كنأديو المغاير مقابل. هذا الشيء في العهد السابق بطبيعة الحال، في عهد الرئيس السابق، وهذه تساؤلات رغم المبررات التي تعطى ربما لأن هذا مقابل ولا مساهمة ديال الجماعة في إطار مواكبة هذه العملية، ولكن يبقى هذا السؤال ناقص لأن الأراضي التي تم تفويتها أغلى من الذهب بمدينة تمار، وتيتم تفويتها ب 10 دراهم، وحنا كاين الأراضي اللي كيعديوها 3000 درهم 3000 درهم المال. يعني مسألة تقرقني أنا كممثل ديال السكان، كيفاش يمكن في حين يتم تهجير الساكنة ديال مدينة تمارا خارج الحدود ديال العمالة في ظروف واحد مجموعة ديال الساكنة ما يعني ما كتناسبهاش من حيث ظروف العمل ومن حيث ظروف العيش ديال الأبناء ديالها ومن حيث التعليم ديالهم، يعني كاين معاناة ديال الساكنة. فملي غنبغيو نحققوا هذا البرنامج كنصطدموا دائما بالإكراهات ديال الواقع. الإكراهات ديال الواقع مريرة جدا. بطبيعة الحال مدينة تمارا حسب رأيي المتواضع إذا استطعنا أننا نحاربوا غير الظاهرة ديال الصفيح رحنا غادي نقطعوا أشواط وأشواط إلى الأمن، فما بالك لا دزنا من محاربة هذه الظاهرة وإعادة إسكان قاطني دور الصفيح إلى ما تفضل به السيد الرئيس ما يخص الأهداف ديال البرنامج على الجنة. هذا من جهة. من جهة أخرى بطبيعة الحال نحن في أمس حاجة لعقد شراكات والبحث عن موارد مالية إضافية، وهنا كنتوجه النداء ديالي للسيد الرئيس وللسيد العام ديال العمالة اللي كنتمنى أننا في لقاء آخر نلتقيو به، لأن خصنا موارد مالية ما يمكنش نهائيا نحقق هذه الطموحات وهذا البرنامج على أرض الواقع ونحن متقالون بالديون وليس لنا موارد مالية. ما يمكنش يعني يكون المورد الوحيد ديالنا هو المالية ديال الجماعة، لن نحقق شيئا من المالية ديال الجماعة. مالية الجماعة عاجزة تمام العجز عن مواجهة هذه الإكراهات وعن تحقيق طموحات الساكنة، لأن لا يمكن أبدا في ظل هذه الإكراهات كما قلت لكم سابقا كنلقاو جوج الشركات ديال التدمير المفروض كتسدي لنا ما يناهز 50% من الجماعة، لأن ما بين الرضا والشركة ديال النظافة عندنا 10 مليار تقريبا. ما يمكنش نهائيا في ظل هذه الإكراهات هذه نحرموا ولا نطمحوا نحقوا ما تصبو اليه الساكنه وما يصبو اليه المجلس الجماعي في ظل غياب موارد ماليه كافيه. اظن كذلك حتى لا نكون اكثر تشاؤما كاين تفاؤل نطمح اليه كممثلي الساكنه
في ظل الاهتمام الاولوي الثاني لمدينه الرباط كعاصمه اداريه للمملكه وكعاصمه كمدينه للانوار وموقع ديالنا الاستراتيجي في حدود هذه العاصمه يدفعنا الى التفاؤل لان النظره الملكيه الثانيه ما يمكنش نهائيا تهبطنا مدينه تمارا لان المدينه ديال تمارا خص تكون كتعكس واحد الوجه ايجابي لمدينه مشرفه للمملكه ومتجاوزه لهذه العراقيل والاكراهات والتي سبقني اليها الاخ الحسن الصافي نائب الرئيس لطرحها لا فيما يخص السير والجولان ولا فيما يخص غياب مجموعه من المرافق الضروريه وعلى راسها المنتزهات وحمايه المأتم التاريخي الوحيد لنا بالجماعه وكذلك المتلفزات الساكنه. نحن نطمح الى تحقيق لان احنا الان امام واحد طموحات جباره جدا وانتظارات ديال الساكنه اللي كتنتظرها منا كممثلين ديال الساكنه من بعد الانتخابات ان على الاقل تكون متلفزات في المدينه في المستوى. نحن الان نعاني من غياب منتزهات بالجماعه. في جميع الشوارع الرئيسيه الكبرى ما كتوجدوش كرسي واحد. فين جلسوا الناس؟ يعني اذا كان واحد الانسان كبير في السن ديالو غادي كيتجول في الشوارع ديال الجماعه وهذه ظاهره غالبه ما كاينش كرسي واحد. في حين ان جماعات ربما افقر من مدينه تمارا ولكن لا من حيث المقر ولا من حيث الشوارع ولا من حيث المنتزهات نقف عاجزين عما حققته هذه الجماعات بالمقارنه معنا في الجماعات. اذا اخواننا اخواتي المحترمون الانتظارات كبرى طموحات اكبر ولكن الاكراهات كثيره جدا وكثيره. اذا ما كانش تشارك ديال الجميع ديال جميع الشركاء راه حنا غنبقى عاجزين عن تحقيق هذا البرنامج. هو برنامج على الطموح. اتمنى كذلك اننا في المستقبل القريب يكون عقد لقاء مع ممثلي المجتمع المدني لانه شريك اساسي وفعال ولا يمكننا ابدا ان نكمل الرؤيه الواضحه لنا لهذا البرنامج في غياب هذا الشريك الاساسي. الشريك المجتمع المدني اكرر دائما واؤكد انه شريك اساسي بطبيعه الحال. المجتمع المدني فعال ليس كل من يمثل جمعيه ما هو مجتمع مدني. خاص تكون معايير ديال الجمعيات الجاده والهادفه التي تمثل الساكنه وهدفها الوحيد واكيد الوحيد والاسماء هو الصالح العام لهذه المدينه ولساكنتها. هذه مساله ضروريه ويجب الانتباه اليها وادعو السيد الرئيس اننا يكون لنا لقاء قريب في القريب العاجل مع ممثلي المجتمع المدني لانه شريك فعال واساسي. مره اخرى اشكر الاخ الرئيس السيد باشا المدينه ممثل السيد عامل الاخوه والاخوات ممثلي رؤساء المصالح الخارجيه وسائل الاعلام المحليه وكل الاخوه الحضور والمنتخبين المحليين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.